مسألة حق حمل السلاح بين الأمريكيين المدنيين ما زالت تؤرق البعض على وقع تكرر حوادث إطلاق النار الدامية. وخلال حملتها للسباق نحو البيت الأبيض، اقترحت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون سلسلة إجراءات لتشديد التشريعات الفيدرالية، وقالت: This epidemic of gun violence. عدوى عنف السلاح هذه لا تعرف حدودا. كم ينبغي أن يموت أشخاص قبل أن نتحرك وقبل أن نجتمع معا كأمة واحدة؟ وتهدف خطط كلينتون إلى منع المجرمين العنيفين والمتهمين بتعنيف الأزواج والمرضى النفسيين الخطيرين من حيازة سلاح ناري. وتأتي اقتراحاتها بعد نحو أسبوع من حادثة إطلاق نار قتل خلالها 9 أشخاص في مدينة روزبورغ في منطقة أوريغون.